انا كنت العب في النادي الاهلي طبعا، حاليا شباب الاهلي. انا بالنسبه لي ركله جزاء غير صحيحه فريد، وانا بالنسبه لي ركله جزاء غير صحيحه. التحكيم منع الفوز عن الزعيم، هذا العنوان لقاء اليوم. اعتقد احنا عندنا مشكله في اداره التحكيم اكبر من الحكام. وين الفار من الموضوع هذا؟ هل معقول الجماعه اللي في الفار ما شافوا اللقطه هاي؟ ما حد قدر يغير، ما حد قدر يقول يا جماعه ترى هذه مش ضربه جزاء.